antidote administered. شائعاً أن رقم 7 معروفاً تقريباً لدى الجميع برمزيته في العالم، لكن ماذا عن رقم 3؟ طوال تاريخ البشرية كان للرقم 3 دائماً معنى فريد. إذا عدنا قليلاً في تاريخنا يمكننا أن نرى أن رقم 3 كان موجوداً في جميع الثقافات القديمة، وهذا مهم للغاية. ما الذي يجعل الرقم 3 مهماً جداً للديانات والعمارة والرياضيات والعديد من المجالات البشرية الأخرى؟ لا طالما شاركت الثقافات المختلفة حول العالم في الاعتقاد بأن رقم 3 يمثل شيئاً مقدساً وصوفياً وعالمياً وحتى إلهياً. في القرن السادس قبل الميلاد قدم عالم الرياضيات والفيلسوف اليوناني فيثاغورس نظريته الشهيرة ألف إثنان زائد باء إثنان يساوي جيم إثنان، تشرح صيغة فيثاغورس العلاقة الرياضية بين الجوانب الثلاث للمثلث القائم الزاوية. ويعتقد الباحثون في جميع أنحاء العالم أنها كانت تستند في الأصل إلى تصميم أهرام مصر. وفقاً لبعض الخبراء في هذا الموضوع، تعلم فيثاغورس من سادة مصر العظماء، لذلك جلب المعرفة والحكمة من مصر إلى اليونان ووضع الأساس للفلسفة اليونانية. بالنسبة لفيثاغورس والعديد من الفلاسفة القدماء الآخرين، كانت الرياضيات طريقة لشرح شيء خارق للطبيعة. علق العديد من العلماء والمخترعين بما في ذلك نيكولا تسلا أهمية كبيرة على الرقم 3. علم فيثاغورس أن كل شيء في الكون له هيكل من 3 أجزاء، وأن جميع المشاكل في الكون يمكن اختزالها إلى مخطط المثلث والرقم 3. بالنسبة لفيثاغورس وأتباعه، يمثل المثلث نقطة الصعود والمثلث هو الرقم 3. بالنسبة لهم سيكون هذا هو المفتاح لجميع أسرار الكون الخفية. لكن فيثاغورس لم يكن أول من اكتشف أهمية الرقم 3. حصل على المعرفة من المصريين الذين قالوا أن كل الحكمة أتت مباشرة من الآلهة، كائنات لم تكن من الأرض، بمعنى آخر كائنات من خارج كوكبنا. ومع ذلك كان فيثاغورس أول من نشر هذه المعرفة خارج مصر، وبدأ بشكل أساسي في التحدث إلى العالم عن الحكمة المقدسة أو الإلهية لآلهة من عوالم أخرى. من الواضح تماما أن مثلث فيثاغورس قد يحتوي على حكمة لم نفهمها بعد من حيث الشكل المادي، لأن هندسة الأرض يمكن أن تتواصل مع عوالم أخرى قد تتعايش مع عالمنا. تعتمد جميع الكائنات الحية على 3 أنواع من الجزيئات لجميع وظائفها البيولوجية. هذه الجزيئات هي الDNA والRNA والبروتينات، وتصنف على أنها جزيئات كبيرة بيولوجية. بدون DNA والRNA والبروتينات لا يمكن أن توجد أشكال الحياة المعروفة. في عام 1966 أعلن العلماء عن أعظم إنجاز للعلم، لقد نجحوا في فك الشفرة الجينية. بعد سنوات من البحث اكتشف العلماء أن بنية الحمض النووي تتكون من 3 مجموعات من الجزيئات المعروفة باسم 3 التوائم. وهكذا فإن كل هذه وأكثر من ذلك بكثير يجعل الرقم 3 مفتاح وجودنا. تم بناء هذه المعالم منذ أكثر من 4000 عام، وهي بلا شك الأكثر شهرة في العالم، وهي أفضل مثال على استخدام المثلث في الهندسة المعمارية، وهو الشكل الهندسي الأبسط والأكثر كمالا. ربما تكون الحضارة المصرية القديمة واحدة من أولى الحضارات على وجه الأرض التي استخدمت الهندسة والرياضيات
والعمارة ودمجها بعناية. سمح لهم هذا المزيج ببناء آثار لا يستطيع علم الآثار الحديث والعلوم الحالية تفسيرها. يعتبر المثلث أحد الأشكال الأساسية للنماذج الموجودة في العقل البشري، ويمكن التعبير عن ذلك في المعالم الأثرية مثل الأهرام. الرمز السري للرقم 3. كان إسحاق نيوتن من أكثر العلماء تأثيرا في القرن 17، حيث قدم ما أصبح أساسا للفيزياء الحديثة، قوانين الحركة الثلاث. لكن الكثير من الناس لا يدركون حقيقة أن إسحاق نيوتن كان شخصا صوفيا للغاية ومهتما للغاية بالكيمياء. بعد وفاته وجد الباحثون بين وثائقه عن الفلسفة وعلم الفلك والرياضيات ترجمة لنص قديم يسمى الجدول الزمردي، المعروف أيضا باسم تابولا سامراجاتينا أو سر هرميس، الذي أبهر الكيميائيين لمئات السنين. يعتبر هذا الجدول واحد من عدة وثائق تحتوي على معلومات حول ممارسة الخيمياء وأسرار الكون. وبحسب الباحثين فإن الحكمة القديمة في التحول وأسرار الفضاء وطول العمر كانت في هذه الألواح، وقد تم اكتشافها في الأهرام العظيمة منذ آلاف السنين. لكن إحدى الجمل المكتوبة على أحد الأجهزة اللوحية تنص على ما يلي: ثلاثة هي لغز عظيم تأتي من واحد عظيم. وهكذا فإن الرقم ثلاثة هو ما يربط الكون والفضاء، الحكمة والوعي والقوة، كلها نتيجة تفاعل الرقم ثلاثة. وإذا تلقى شخص ما هذه المعرفة فسيصبح الحاكم وسيد الحياة ومعلم الموت ونوعا من الكائنات الخارقة للطبيعة، ورجل خارق يمكنه فعل كل شيء تقريبا. الإله العظيم براهما هو خالق الكون، فيشنو هو حارس الواقع، وشيفا هو المدمر. هكذا كانت معتقدات الهندوس. لا يمكن أن يكون هناك تحديث ولا يمكن أن يكون هناك نمو مستمر بدون طاقة مدمرة. لذلك تحافظ هذه الآلهة الثلاث أساسا على توازن معين. بشكل أكثر تحديدا يتم تمثيل شيفا بواسطة رمح ثلاثي الشعب تمثل نقاطه قواه الرئيسية الثلاث: الإرادة والنشاط والمعرفة. ويتضح هذا أيضا بالعين الثالثة في منتصف الجبهة. بهذه العين يمكنه رؤية الأشياء، لديه القدرة على الاستبصار. لذلك لا ينبغي أن نتفاجأ من وجود شيفا بعينه الثالثة وقوة الرقم ثلاثة في مقر سيرن، المختبر الأوروبي لفيزياء الجسيمات الموجودة في سويسرا. على شكل تمثال يبلغ ارتفاعه مترين، وكما توضح اللوحة الموجودة في قاعدة التمثال، يرقص الإله شيفا ليعطي الحياة للكون ثم يبيده. في السنوات الأخيرة قدمت سيرن معلما جديدا غير عادي، تمثال يبلغ ارتفاعه مترين للإله الهندي شيفا. ربما تكون رحلة المجوس واحدة من أكثر القصص شهرة فيما يتعلق بميلاد يسوع المسيح، ولكن لا يعرف سوى القليل عن هؤلاء الحكماء الثلاثة الغامضين. وفقا لإنجيل متى، جاء الملوك الثلاث من الشرق، وهو المكان الذي كان يعتبر في ذلك الوقت عالم السحر والتصوف بالنسبة للغربيين. كان المجوس كهنة قدامى لبلاد فارس، ويعود تاريخهم إلى 2000 و3000 قبل الميلاد. كان هؤلاء السحرة خبراء في علم الفلك وحركة الأجرام السماوية، لذلك سافر الحكماء الثلاث 3000 كيلومترات للوصول إلى الأرض المقدسة، ووجدوا بيت لحم بدون أي خريطة، فقط متابعين للتنجيم. بالإضافة إلى ذلك كانت الهدايا الثلاث التي قدمها المجوس الثلاث ليسوع المسيح ذهبية، والتي جسدت كل المواد التي يحتاجها الطفل طوال حياته. البخور وهو فتيل عطري قديم يساعد عند حرقه على التمدد وتنور العقل، والمر الزيت المرتبط بالموت ويرمز إلى الآخرة. لكن هذا لا ينتهي عند هذا الحد، فهناك أيضا نظرية مفادها أن مفتاح إطلاق قوة الرقم ثلاثة يمكن في الثالوث الأقدس. 3 أقانيم إلهية ينتمون إلى 3 حالات للوجود: الأب والإب وروح القدس.
كما تمكننا من التحقيق فإن الرقم 3 موجود في الرياضيات والفلسفة والدين والهندسة إلى آخره. ولهذا السبب أذهل الرقم 3 علماء الرياضيات والفلاسفة والبناة والكيميائيين والمجتمعات السرية بشكل عام. ويبدو أن كل شيء يشير إلى أن من يستطيع حل لغز رقم 3 سيحصل على مفتاح القوة المطلقة.